ملخص سريع للأشياء اللي احنا درسناها. أول فصل درسناه كان عبارة عن جزئية نظري اللي هو كان فيها تعريف المحاسبة، كان فيها طيب الفصل الأول كان عبارة عن جزء نظري، تعريف المحاسبة، في أهداف المحاسبة، مبادئ المحاسبة، فروع المحاسبة، طيب المعلومات المحاسبية، كان جزء نظري. نيجي الفصل الثاني، وكان عبارة عن الفصل الثاني كان عبارة عن معادلة الميزانية وتحليل العملات الأطرافها المدينة والدائنة. طيب هنا بيقول لك لا يطلب منك في الاختبار تحليل العمليات، يعني ما راح اقول لك حللي العمليات الأطراف المدينة والدائنة، يعني ما راح اقول لك حللي العمليات الأطراف المدينة والدائنة، هقول لك ايش اعملي لي القيد. طبعا عشان اعمل القيد لازم اعمل التحليل، اذا لكن التحليل يعتبر خطوة مهمة جدا لتحديد اطراف المدينة والدائنة في قيد اليومية. اذا عشان تحلي قيد يومية لازم تحلل، لكن ما راح نطلب منك اقول لك ما هو الطرف المدين وما هو الطرف الدائن. مثلا بقول حصلت المنشأة مبلغ 5000 ريال من احد المدينين بشيك، شايفة بشيك تعني الطرف المدين هو البنك لانه زاد، والطرف الدائن حيكون مين اللي هو المدينون اللي حصلت منه، حيجي في الطرف الدائن مدينون من حساب البنك إلى حساب المدينون. إذا في تحليل العمليات، طبعا معادلة الميزانية ممكن تجيكي، أنا أديكي مثال على معادلة الميزانية كمان ممكن تجيكي في الفصل اللي هو الثاني. معادلة الميزانية ممكن يجيكي مثلا يقول لك مثال ثاني أو سؤال ثاني على معادلة الميزانية، أنا بقول لك مثال طبعا مش هو ده اللي حيجي ولا هو بس اللي حيكون يعني موجود، يعني بديكي بس على سبيل المثال. ممكن أقول لك تحصيل، او بلاش تحصيل، نقول سداد مبلغ للدائنين يؤثر على معادلة الميزانية كما يلي، شايفته؟ وهقول لك ألف طيب جانبي المعادلة، طيب يزيد، ممكن أقول لك باء جانبي المعادلة ينقص، أو أقول لك جيم جانب الأصول ينقص وجانب الخصوم يزيد. فطبعا هتختاري مين فيهم، هتختاري مين فيهم؟ سداد مبلغ للدائنين يؤثر على معادلة الميزانية كما يلي: إما جانبي المعادلة يزيد، أو جانبي المعادلة ينقص، أو جانب الأصول ينقص وجانب الخصوم يزيد. منال قالت إجابة باء، وهي دي الإجابة الصحيحة، برافو. يا دائنين نحط هنا يا عشان أيوة، إذا إجابة باء هي الصحيحة، برافو. جيم غلط، خلي بالك يا جوهرة والكلام للجميع. لما انا اقول لك اصول وخصوم دول العلاقة بينهم طردية، اما الاثنين يزيدوا او الاثنين ينقصوا، اذا دي الاجابة هستبعدها تماما. ليه؟ لانه يقول الاصول تنقص والخصوم تزيد، احنا بنقول بنحافظ على توازن المعادلة، اما الجانبين يزيدوا او الجانبين ينقصوا مع بعض. لكن لما يقول لي واحد ينقص واحد يزيد غلط. لكن متى ابدا افكر فيها؟ لما يقول لي مثلا خيال جيم يقول لك جانب الاصول، طيب احد الاصول يزيد واصل اخر ينقص، شايفين؟ هذه ممكن افكر فيها واقول ممكن. اذا الف وباء ودال هي دي العبارات اللي ممكن افكر فيها ان ممكن تكون واحدة من الحلول، لكن جانب الاصول ينقص وجانب الخصوم يزيد دي استبعدها. خلاص، بيع بضاعة على الحساب، بيع بضاعة على الحساب كيف بيأثر؟ بيع بضاعة على الحساب، البضاعة أول شيء هي أصل، شفته؟ لما ببيع بضاعة أصل بينقص على الحساب، بيع بضاعة على الحساب يعني بيعطيني بين قوسين مدينون، المدينون ده عبارة عن دقيقة، طيب المدينون ده عبارة عن يعتبر أصل، طيب يعتبر أصل، شايفته؟ إذا أنا معلش هنا، طيب
إذا أنا هنا راح يصير إيش في دي الحالة؟ بيع بضاعة على الحساب، على الحساب يعني مدينون ولا مدينون أصل؟ طيب الأصل إيش صار فيهم؟ زاد؟ أيوة. لا مش نقص، خلي بالك البضاعة اللي نقصت لما ببيع بضاعة بتنقص عندي البضاعة، بيصير أصل نقص، والمدينون ما كان عندي مدينون الآن ظهروا صاروا زادوا. إذا أنا هنا عندي، خليني أكتب تحت بضاعة نقصت، شايفة؟ إذا هذه أصل، وعندي في المقابل المدينون إيش؟ زاد وإيش؟ وده أصل. إذا أصل يزيد وأصل ينقص، يعني لو حطيت الفقرة دي، هذه المثال دي رقم 2، المثال الثاني ده المثال، الإجابة حقته حتكون إيش؟ إنها أصل ينقص أو أصل يزيد، إذا حتأثر على جانب واحد فقط. إذا دي معادلة الميزانية وتحليل عمليات الأطراف المدينة والداينة. عشان أحلل عمليات الأطراف المدينة والداينة يا جماعة لازم أكون حافظة المصطلحات، يعني حفظ مظبوط، وحافظة طبيعة الحسابات، لأنه أنا هنا بالنسبة هنا لتحليل عمليات الأطراف المدينة والدائنة، طيب لتحليل عمليات الأطراف المدينة والدائنة قال لي أنا مهم عندي إنه أنا إيش أعرف طبيعة الحسابات، في طبيعتها في حسابات حتكون دائما طول عمرها حسابات مدينة، شايفتها زي مين المدينة؟ زي الأصول، زي المصروفات، زي المسحوبات، دي طول عمرها مدينة، تزيد مدينة وتنقص ايش؟ وتنقص دائنة. لازم اكون مذاكرة ده مظبوط. وفي حسابات طول عمرها دائنة، زي مين الحسابات؟ الخصوم وحقوق الملكية، ومين كمان؟ والإيرادات، دي طول عمرها دائنة، تزيد تفضل على طبيعتها دائنة، تنقص هتكون ايش؟ تنقص تصير ايش؟ تصبح مدينة. اذا انا كل لازم مذاكرة عشان احلل الحسابات، احلل عمليات اطراف المدينة والدائنة، لازم احفظ تعريفي للاصول والخصوم، عشان لما انا اقول لي اشتري سيارة اعرف دي ايش، لما يقول لي احصل ايرادة اعرف يعني ايه، وكمان اعرف طبيعة الحسابات واكون حافظة لما تزيد ايش تصير، لما تنقص ايش تصير. الفصل الثالث بيتكلم عن الدورة المحاسبية، ودي اللي زميلاتكم الآن دوبهم سألوا. الدورة المحاسبية اللي عبارة عندي مستندات بسجلها في الدفاتر، مستندات بس باخذ منها العملية، يعني لما يقول لي اشترى بضاعة بمبلغ، يعني دي كأنها فاتورة مشتريات وبقراها. بيقول لي اشترت بضاعة بمبلغ 3000 ريال محلات السعيد وقبلت كمبيالة بالقيمة تستحق بعد شهر. الطرف المديني اشترت بضاعة، الطرف المديني مشتريات، قبلت كمبيالة، هنا حتكون أوراق دفع. ليه؟ لأنه لما بشتري بأدفع. القيد يصير من حساب المشتريات إلى حساب أوراق الدفع. نيجي للترحيل اللي بتسألوا عنه، لما برحل بيديني قيد، يقول لي رحلي القيد. كيف حرحله؟ يتم ترحيل الطرف الدائن، حمسك الطرف الدائن، شفت ذا الطرف الدائن إلى حساب المبيعات، وأروح لحساب المبيعات. طيب اذا طريقة هذه نكتب في جانب الدائن حساب المبيعات في عمود المبلغ 2000، شايفته؟ وفي عمود البيان اكتب من حساب الصندوق. اذا نكتب هذه كتابة، ودي كيف طريقة الترحيل. طيب هنا ممكن، يعني ممكن طريقتين للاجابة، ممكن اكتب اقول في جانب الدائن من حساب المبيعات في عمود المبلغ اكتب 2000، وفي عمود البيان اكتب من حساب الصندوق، او انه انا طبعا هذه الطريقة ما راح تجيكي انت، لانه انت ما راح عندك اختيارات، يا الف يا باء يا جيم، فما راح تجيكي دي الخيارات. ممكن انا مرة جبتها لزميلاتكم في الاختبار زي كده، رسمت لهم او سطرت لهم حساب استاذ، دفتر استاذ، وعملت لهم هو 3، ما عرفوا يقرأوا لانه المسافة كانت صغيرة وكان الاعمدة داخلة في بعض، فما عرفوا كثير يقرأوه، فعشان كده ما راح يجيكي، حيجيكي زي كده الف وباء وجيم، انه انا في حساب المبيعات في جانب الدائن اكتب كذا كذا كذا. دي طريقة الترحيل، ودي الطريقة اللي حتجيكي. الرصيد مرحل الرصيد منقول برضو ما راح يجيكي، لأنه طالما ما راح يجيكي حساب كده، فما راح ينطلب منك ترصيد، ما راح تقولي لي ده رصيد مرحل ولا رصيد منقول. طيب البنان بتسأل، في الأستاذ الدائن يروح مدين والمدين دائن، من فين جبت الكلام ده يا بنان؟ أنا في دفتر الأستاذ أهو، شوف القيد اللي عندي هنا قدام، هذا القيد اللي هنا برحل، إذا كان برحل من حساب الصندوق أو برحل إلى حساب المبيعات، كل واحد من دول بنفس الخطوات. طيب أنا هنا بيقول لي الطرف الدائن، طالب الطرف الدائن اللي هو إلى حساب المبيعات، بيقول لي روحي، ده معناه كأنه بيقول لي روحي
لحساب المبيعات في جانب له، ده حساب المبيعات هنا الناحية اليمين منه، الناحية اليسار له، هنا المدين وهنا اليسار الدائن. قال لي إلى حساب المبيعات بروح أحط يدي في الطرف الدائن، شايفة، وأكتب المبلغ وأكتب المشترك معاه. طبعا لو في الطرف الدائن هروح لليسار، لو هو من حساب الصندوق وأنا داس ده حساب الصندوق كان هروح للطرف اليمين. شايفته اللي الدائن يروح لليسار والمدين يروح للمدين. والله الملف هذا كله زي الملفات اللي عندكم. طيب أبعت لكم، هو مو مشكلة بس خلي بالك معايا. نيجي عمليات خاصة بميزان المراجع، ده كله في الفصل ايش الثالث اللي هو بنتكلم على الدورة المحاسبية او النظام المحاسبي. خاصة بميزان المراجع ممكن يجيكي كيف، اقول لك ظهرت الارض الثالث ميزان المراجع، بنك، سيارات، مسحوبات، قرض قصير، شفت كم رأس المال حيصير؟ تقولي لي انا في ميزان المراجعة اجمع الارض المدينة واجمع الارض الثانية اطرحهم من بعد يقوم يديني رأس المال. اذا اجمع الارض المدينة البنك والسيارات والمسحوبات، اطرح منها الارض الدائنة يقوم يديني رأس المال. شايفة طريقة تانية للسؤال، اداني مجموعة ارض، شوفي ما في ولا شيء مجهول، يقول لي مطلوب تحديد مجموع كل من ارض المدينة والدائنة في ميزان المدينة والدائنة. طبعا ارض المدينة الدائنة خلينا نكتبها الدائنة والمدينة في ميزان المراجعة. طيب هقول له ايه، هجمع المدين مع بعض، هنا لازم اكون مذاكرة. شايفين اي حاجة بقول لك لازم تكوني حافظة طبيعة الحسابات، طبيعة الارصدة، البنك رصيده مدين، سيارات مدين، مسحوبات مدين، قرض قصير الاجل دائم، رأس المال دائم. بجمع المدين 200 و500 700 800 واجمع الدائم. طيب 200 و500 700 300 هذه 100 1000 و200 و800 هديني 1000. اذا مجموع كله من ارض المدينة والدائم ميزان المراجعة بيساوي 1000. هنا برضو ناقصة كلمة الدائنة، المدينة والدائنة في ميزان المراجعة 1000. طيب طالما انا هنا لسه فاكرة انا في هنا انا ولا هذيك قوانين مالية بعدين، خلينا بس كده. جدول لازم تحفظيه، جدولين، جدول اللي هو مين يا بنان، هذا من اول انا بقول لكم في اول محاضرة قلت لك احفظيه، اللي هو طبيعة الحسابات، والمفروض انت الى الان انا اقول لك حافظة 75% منه. مشتريات مدينة، مبيعات دائنة، المردودات ومسموحات المشتريات عكس المشتريات دائنة، مسموحات ومردودات المبيعات عكس المبيعات هتكون مدينة، الإيرادات دائنة، المصروفات مدينة، الأصول مدينة، الأصول بكلها، الأصول لسيارات، عقار، أثاث، آلات، صندوق، بنك، كل الأصول مدينون كلها مدينة، الخصوم كلها مدينة كل أنواعها، أوراق دفع، أوراق دفع عفوا، قروض، دائنون، قرض طويل الأجل، دي كلها بتكون ايه دائنة، لازم تكوني حافظة، لازم تحفظي، ايوه لازم تحفظي. واحنا بنحل كمان هتكتشفي انه انت حفظتيه كده تلقائي واحنا بنحل. طيب العمليات الخاصة بالمنشآت التجارية موجود في الفصل الثاني، في اخر الفصل الثاني، المشتريات والمبيعات والمردودات والمسموحات والخصم التجاري والخصم النقدي، ده الفصل كان بيتكلم على العام على العمليات في المنشآت التجارية، وانا في المنتدى قلت لكم سؤال فرق بين منشآت تجارية ومنشآت خدمية، طبعا الكثير كتبوا وكثير نقلوا من بعض كوبي بيست، صراحة يعني شطارة منقطعة النظير، يعني ما ادري كيف سبحان الله الجروبات حقتكم بتنفعكم في الشيء ده. على العموم المنشآت التجارية يعني معناته بتشتري وبتبيع في السلع دي. في 1/5 فهنا بيشوف اداني 3 عمليات او 3 تواريخ، ده مثال يا جماعة مو معناته ده اللي حيجيكي، مثال بنحل عليه بس نسترجع المعلومات اللي قلناها. باع بضاعة لمحلات السعيد بمبلغ 8000 ريال بخصم تجاري 1000 وخصم 10% إذا تم السداد خلال 7 أيام. شايفة؟ في 2/5 ردت محلات السعيد بضاعة غير مطابقة للمواصفات. في 5/5 حصلت المستحق على محلات السعيد بشيك. أول خطوة طالما بيقول لي خصم 10% إذا تم السداد خلال 7 أيام، أيوة خصم 10% إذا تم السداد خلال 7 أيام ده معناته خصم نقدي، يعني عملية البيع تمت نقدا ولا على الحساب؟ إذا تم السداد خلال 7 أيام هتفهمي منها إن العملية تمت نقدا أو على الحساب؟ يا بنان ما توقعت منك الكلام ده.
على الحساب. ليه انا بدي له 10%؟ اقول له اذا تم السداد خلال 7 ايام انا بحفزه على السداد، انا بشجعه على انه يسدد، اذا معناته العملية تمت على الحساب، باع بضاعة بمبلغ بخصم تجاري وخصم اذا تم السداد، اذا هو عملية بيع على الحساب، اذا بثبتها عملية بيع على الحساب. هذه اول خطوة. نمرة اثنين، حسبة البيع بكم، بالثمانية ولا ناقص الألف ولا كمان نضربها في 10%؟ أيوة، هو ما سدد لسه، هناخد 8000. لا ما راح نضربها يا جماعة، ما راح نضرب يا البنان، بنان ما راح نضرب الآن. متى أضرب في 10%؟ ده خصم نقدي. متى أحسب الخصم النقدي يا جماعة؟ أحسب الخصم النقدي في تاريخ السداد والتحصيل، أشوف يستحق أو لا يستحق. طيب ايوه، الخصم التجاري لو اداني نسبة حضربه، لكن هو ما اداني نسبة، اداني مبلغ فسهل عليا. اذا بالنسبة للخصم التجاري، اذا في يوم 1/5، اذا هي عملية بيع على الحساب، يعني مدينون، يعني محلات السعيد مدينون. طب اثبتهم بكم؟ بقول 8000 ناقص الالف دي بحسبها برا، واقول يبقى 7. اذا حسجل العملية يوم 1/5 بالسبعة، أقول من حساب محلات السعيد مدينون إلى حساب المبيعات، إذا دي بال7000 يوم 1/5. إذا الخصم التجاري خصم لا يعتبر ربح للمشتري ولا خسارة للبائع ولا يظهر في الدفاتر، لا يظهر في الدفاتر، أستبعده وأشيله على جنب وأسجل العملية بالصافي من حساب محلات السعيد إلى حساب المبيعات. يوم 2/5 إيش قال لي؟ ردت محلات السعيد بضاعة غير مطابقة للمواصفات، قال لي ردت، وأنا أعرف عندي مردودات مشتريات وعندي مردودات مبيعات. مين دي؟ أربطها بالعملية اللي صارت، باع بضاعة مبيعات، إذا اسمها مردودات مبيعات. مدينة ولا دائنة؟ مدينة، لأنها عكس المبيعات. إذا من حساب مثلا، فهمت سؤالك يا بنان؟ ما أعرف ليه ما أحل بالترتيب، ما ادري بالترتيب ارد من قبل ما ابيع. طيب على العموم نخلي بالنا لما يقول لي خصم نقدي، معناته ما صارت عملية بيع نقدي. اذا عملية بيع على الحساب يعني بيكون من حساب المدينون للمبيعات، بس بكم؟ بعد ما بخصم الخصم التجاري. نيجي اليوم 2/5، يقول لي ردت محلات السعيد، اذا دي مردودات مبيعات، مردودات مبيعات، خلي بالك، مردودات مبيعات، نستنى مردودات مبيعات غير مطابقة بكم؟ بألف. إذا حسبت مردودات المبيعات مدينة، حقول من حساب مردودات المبيعات إلى حساب مين؟ محلات السعيد مدينون. بالنسبة لمردودات المبيعات يا جماعة قلنا هي عكس عملية البيع، شوفي لما بعنا محلات السعيد مدين إلى المبيعات في المردودات العكس، كأني بنقول اعكس القيد، الطرف المدينة خليه دائن والدائن خليه مدين، بس حضيف كلمة مردودات. اذا ده في اثبات المردودات. نيجي يوم 5/5، وكم حنسدد وكم كده، اشوف هل هو يستحق الخصم ولا لا. ممتاز، نقفل حسابنا معاهم نعكسهم. طيب يوم 5/5 شوفي كا ايش قال لي، حصلت المستحق على محلات السعيد بشيك. هنا الجزئية دي كثير من زميلاتكم ما يعرفوا يحلوها، اللي مذاكرة صح، اللي بتحل أول بأول، اللي فاهمة مظبوط 100% هتعرف تحل الفقرة دي. كم المستحق على محلات السعيد؟ هل 8000 ولا 7000 ولا 6000؟ ومن فين جات؟ اول حاجة 8000 دي ما طل فيها ابدا نهائي، خلاص ما طل فيها، انا حطل هنا محلات السعيد 7000، طرحنا منهم 1000، رجعوا لنا بضاعة ب1000، اذا انا ما ح... ح... خلاص رصيدهم صار كم؟ نقص ب7، ناقص 1000 يصير 6، اذا محلات السعيد هحصل منهم، هقفل حسابهم معايا ب6، واتأكد بعد عملية السداد، شايفة بعد عملية التحصيل ان هم كانوا مدين ب7، داين 1000، داين 6، كده معناته حسابهم اتقفلت، المدين يساوي الداين، مدين 7 وداين 7، اتقفل حسابهم معايا. يستحق الخصم ولا لا يستحق؟ قال لي خلال 7 ايام، احنا بعنا لهم 1 بعد 7 يكون 8، هو سدد خلال، اذا حيستحق الخصم، بس الخصم على كم؟ على مبلغ ال 6000. 6000 هضرب ال 6000 في 10% هيديني 600، حيسمى خصم مسموح به. خسارة ولا ربح؟ خسارة، لأنها ارتبطت بعملية مبيعات، إذا خسارة هتكون مدينة
والباقي الفرق بين المبلغ اللي مستحق عليهم ناقص الخصم هو ده اللي حيدخل في البنك. البنك حيكون مدين، إذا حصلنا في البنك البنك مدين. طيب عمليات خاصة بالأوراق التجارية سددت كمبيالة تستحق اليوم بمبلغ 1000 ريال نقدا. طيب جاكم في الاختبار وحليتوه؟ نفس السؤال ده جاكم في الاختبار حليتوه؟ وانا قصدت اجيب لكم في الاختبار عشان ايش يكون عندكم خلفية عنه عشان تعرفوا تحلوه. طيب سددت كمبيالة، خلي بالك سددت يعني دفعت، يعني الكمبيالة دي حتكون ايش، ايش اسمها؟ اوراق قبض ولا دفع؟ اوراق دفع. طيب لما حسدد اوراق الدفع، اوراق الدفع بتبدأ ولا بتنتهي؟ اوراق، لا يا بنان، اوراق الدفع تبدأ لما بشتري بضاعة بكمبيالة وتنتهي لما بسدد قيمة الكمبيالة. اذا لما بشتري بضاعة بكمبيالة حتبدأ ورقة الدفع دائنة، لما حسدد الكمبيالة حتنتهي ورقة الدفع مدينة. محتاجين مذاكرة يا جماعة. سددت نقدا يعني الصندوق نقص صار ايش طرف دائن، والكمبيالة دي هي اوراق دفع. شوفوا لما اقول لك حصلت قيمة الكمبيالة مبلغ 6000 ريال بشيك، ساعتها ايش حقول في دي الحالة؟ ايش حقول؟ حصلت بشيك، يعني البنك زاد 6000، هذه متأكدة 100%. حصلت بشيك يعني البنك زاد ب 6000، 6000 من حساب البنك. طب 6000 إلى حساب مين؟ 6000 إلى حساب إيش؟ 6000 إلى حساب إيش؟ أيوة إيش؟ أيوة لما أقول لي حصلت معناته حصلت كمبيالة، الكمبيالة دي تعتبر أوراق قبض، يعني إلى حساب أوراق قبض. حصلت يعني انتهت ورقة القبض، ورقة القبض تبدأ مدينة تنتهي دائنة، ورقة الدفع عكسها تبدأ دائنة تنتهي مدينة. بنان أوراق قبض، حصلت قيمة ورقة قبض، دفعت ورقة دفع. ما عليه بالمذاكرة كل شيء يصير. طب نيجي عمليات خاصة بالقوائم المالية. القوائم المالية اللي هي عندي قائمة الدخل وعندي مين؟ قائمة المركز المالي. طبعا انا ما راح احل الحين لانه ما في وقت احل قائمة الدخل، بس لما في قائمة الدخل حينطلب مني، عشان قائمة الدخل حينطلب مني تعريف القائمة ايش هو، لازم تكوني مذاكراه. حينطلب مني كمان المعادلات اللي احنا اخذناها تبعت قائمة الدخل، فاكرينها المعادلات اللي هي صافي المبيعات وتكلفة المشتريات وكمان ايش وتكلفة البضاعة المباعة وايش كمان، وحيكون كمان عندنا مجمل الربح، وفي الاخير صافي الربح او الخسارة. يا جماعة هي يا ربح يا خسارة، يعني مش دائما بيكون عندي ربح، اذا دي اللي موجودة اما بتاخد مجمل ربح او خسارة وصافي ربح او خسارة. طيب اذا دي مطلوب مني تعريف القائمة والمعادلات ايش هي. طيب كيف بحسب صافي المبيعات، تكلفة المشتريات، تكلفة البضاعة مباعة. نيجي لخانة المركز المالي، برضو في خانة المركز المالي مطلوب مني تعريف، ومطلوب مني كمان ايش مكونات القائمة. يعني ايه مكونات القائمة؟ يعني اديكي مثال بسيط عليها واقول لك مثلا يظهر العقار في قائمة المركز المالي ضمن الخصوم طويلة الأجل، صح ولا خطأ؟ طبعا دي على سبيل المثال، هتقولي لي ايش؟ طيب
ما يكفي الوقت، عشان كده احنا بنقول لها اسئله 70 كمان، هي 70 كثيره، انا دايما افضل 50، بس انتوا كطالبات تقولوا لا ما تبغوا ايش الدرجه عاليه على الفقرات، فعشان كده استعجلي في النظري لانه وراكي 40 فقره، هي 30 فقره صح وخطا، استعجلي فيها لانه وراكي 40 فقره تحلي. طيب لا في تعويض، بس انا اديتك الان مثال يا عهود، انا ما قلت لك احفظيها، بس حنعوض ونطلع النتيجه، حتطلع ارقام، لازم تقولي لي يا الف يا با يا جيم يا 50 يا 60 يا 70، مش بس تحفظ المعادله، بس الان ما عندي وقت، بس انا براجع سريع معاك المنهج تبعنا. طيب قائمة الدخل هذه ما راح نطلب منك قائمة، حنطلب منك كده، حنطلب منك ايش معادلات. هنا المذاكرة والحل السريع يا وردة يصير، يلا. وكمان ما هي دقيقتين، لو انت 70 فقرة حطيتي عليها دقيقتين هيديني 140 دقيقة، يعني ساعتين وثلث، احنا اختبارنا ساعتين فقط، 120 دقيقة، يعني الصح والخطأ حتحليه في دقيقة دقيقة، تقرأي سريع وتحطي الإشارة، يصير عندك نص ساعة، وبعد كده ساعة ونص أو ساعة وعشرين أو ساعة وربع تحلي فيها السؤال الثاني اللي هو في عملي، عملي حسابك كل فقرة صح وخطأ تحليها في دقيقة بس، تقرأي سريع وتحلي تحطي الإشارة. طيب بالنسبة لقائمة الدخل، وقائمة الدخل ما راح تجيكي عدي قائمة الدخل، حتجيكي معادلات، خلاص معادلات، آمين يا رب سهل للجميع. زي ده المثال، مكونات القائمة، تعريف قائمة المركز المالي، مكوناتها ايش هي، وديكي مثال بقول لك كثر العقار في قائمة المركز المالي ضمن الخصوم طويلة الأجل، حتقولي لي خطأ، مثال على كده. نيجي بعد كده نقول العمليات اللي هي ايش اللي انتوا ما حبيتوها، اللي هي مين، اي الأصول الثابتة، طيب تبع الأصول الثابتة، انتوا ما حبيتوا الأصول الثابتة صح؟ في الأصول الثابتة إيش عنده؟ طيب دقيقة عليا، أنا هذا آخر شيء حنقوله، في الأصول الثابتة عندنا حيكون تعريف، أو قبل تعريف عندنا في عندنا اللهم صل على النبي، اللي هو التفرقة بين مصروفات الإيرادية والرأسمالية، لازم تكوني حافظاها إيش هي. عندنا تكلفة الأصل الثابت بتساوي إيش، لازم تكوني حافظاه تطبقي عليه معادلة، لازم تعرفي إيش طرق الإهلاك، هتعرفي كمان العوامل المؤثرة على الإهلاك، خلاص في طرق الإهلاك لازم تكوني عارفة كيف تحددي معدل الإهلاك الثابت والمتناقص، طيب ولازم تكوني عارفة كمان المعالجة المحاسبية للإهلاك. يعني ايه معالجة محاسبية للإهلاك؟ يعني اديكي مع مثلا اديكي مثال المعالجة المحاسبية، واقول لك تكلفة السيارات نفرض 20,000 ريال، طيب العمر الإنتاجي للسيارات 5 سنوات، تستهلك بطريقة القسط الثابت، نسينا الخردة كمان، ممكن أقول لك الخردة هنا، أقول لك قيمة الخردة 1,000 ريال، شايفتها؟ وأجي أقول لك مثلا مثال، أقول لك أحسبي معدل الإهلاك الثابت، طيب ممكن أقول لك أحسبي معدل الإهلاك المتناقص، ممكن هنا أقول لك قسط الإهلاك الثابت حيساوي كم، وهنا بتحسبيه بالمعادلة أو تحسبيه بأي شيء، طيب زي ما تبغي. طيب معليش انتوا بتسألوا أسئلة أنا ماني شايفتها، معليش دقيقة لو سمحتوا لا تكتبوا شيء دحين، لما أنا أقول لك اكتبي. طيب معدل الإهلاك الثابت بنقول القانون تبعه لازم نكون حافظينه، 1 على العمر الإنتاجي في 100، بنضربه بعدين في 100، يعني حيساوي لو احنا قلنا دحين عندي 1 على 5، طيب مضروبة في ايش، في 100،
يعني حيساوي كم؟ حيساوي أعتقد 20%، صح كده ولا لا؟ 1/5 20%. خلاص معدل إهلاك المتناقص بيساوي إيش؟ بيساوي بدل 1 حقول 2، ونفس القانون 2 على العمر الإنتاجي، شايفين؟ مضروب في 100 حيساوي إيش؟ حيساوي 40%. قسط الإهلاك الثابت زي ما تحبي تحسبيه. قسط الإهلاك عبارة عن قيمة تكلفة السيارة 20,000 ناقص الخردة 1,000 مضروبة في مين؟ في 20%، أو مقسومة على العمر الإنتاجي زي ما تبغيه. طيب وبيساوي 20,000 ناقص 1,000 19,000، 19,000 3,600 حيديني، صح كده ولا لأ؟ 3,600 مظبوط. ده قسط الإهلاق الثابت. إذا في قسط الإهلاق الثابت باخد أيوه لازم، إذا ما في خردة خلاص هنعوض عنها بصفر، لكن إذا في خردة لازم أطرحها وأنا بحسب قسط الإهلاق الثابت. خلاص خليني أجي أحسب قسط الإهلاق المتناقص. لو طلب مني قسط الإهلاق المتناقص، قسط الإهلاق المتناقص أنا ما أخذ الخردة، إذا هاخد 20,000 بس وحضربها في معدل الإهلاك المتناقص اللي هو 40%، حيساوي كم؟ حيساوي 40 على 100، صفر مع الصفر حيساوي 8,000، شايفين؟ حيساوي 8,000. دقيقة لو سمحتوا معليش. طيب إذا حيساوي 8,000، 20% 20 في قسط الإهلاك المتناقص، ما هو آخذ في اعتبار الخردة أتجاهلها وآخذ التكلفة أضربها في النسبة على طول يقوم يديني. ده بالنسبة للأصول الثابتة. طبعا طبعا لازم تكوني عارفة ومذاكرة مصروف الإهلاك حسب الطريقة اللي عندي، إما هي 3,600 أو إذا بالهذا 8,000، فين بيظهر؟ يظهر في قائمة الدخل ضمن المصروفات. لازم تكوني مذاكرة دي العبارة كمان. مجمع إهلاك الأصل فين بيظهر؟ يظهر فين؟ في قائمة المركز المالي، مطروحا من إيش؟ مطروحا من الأصل تبعه في قائمة المركز المالي. دي الأشياء اللي لازم كمان تعرفيها في الأصول الثابتة. نيجي بعدين 7. مين 7 حيكون؟ 7 اللي هو جرد المدينين. جرد المدينين، جرد المدينين ايش سؤالكم فيه؟ جرد المدينين لازم نكون عارفين في واحدة سألتني القيمة الدفترية للأصل. هنا القيمة الدفترية للأصل يعني قيمته في الدفاتر، عبارة عن التكلفة ناقص مجمع الإهلاك. مجمع الإهلاك عارفين يعني ايه مجمع الإهلاك؟ اللي هو عبارة عن الحصالة اللي بحط فيها أقساط الإهلاك سنة بسنة بسنة بسنة، ده مجمع الإهلاك. أنا كل ما بعمل أحسب إهلاك السنة وبحطه في حساب اسمه مجمع، زي الحصالة اعتبريه حصالة. في السنة الأولى حطيت 3,600، السنة الثانية 3,600، السنة الثالثة 3,600. التكلفة للأسف يا عودي إذا أنت ما أنت عارفة شو هي التكلفة إلى الآن، معناته إحنا ما درسنا شيء، ما درستك شيء. معناته التكلفة في عندنا مبدأ اسمه مبدأ التكلفة التاريخية، وفي أول محاضرة أخذناه إنه أنا بسجل الأصول عندي بتكلفتها في تاريخ شرائها، دي معناتها التكلفة. وهو بيظهر لي كده بيقول لك تكلفة السيارات، يعني قد إيه كلفتني دفعت عليها. ما راح ألخص الأشياء، أنت أقري الملفات اللي عندك. لا هو هيجيكي مجموع جاهز، يعني أنا أديكي مثال هيجيكي زي كده مثال أو شبه كده. يعني بقول لك مثلا تكلفة الآلات، طيب تكلفة الآلات مثلا خليني أقول 15,000 ريال، وهقول لك مجمع إهلاك الآلات، معلش الآلات حيساوي، عفوا مجمع إهلاك الآلات ممكن أقول 3,000 ريال. القيمة الدفترية يعني ايش؟ يعني كم قيمتها الآن؟ هي القيمة الدفترية للآلات حتساوي كم؟ حتساوي ايش؟
حتساوي التكلفة تبعتها اللي أنا اشتريتها بيها ناقص الإهلاك اللي أنا حسبته من وقت ما استخدمتها. الحمد لله رب العالمين. اديني 12 دي ايش التكلفة الدفترية، اتفقنا؟ دي من القيمة الدفترية الآلات عبارة عن، يهديكم الله، القيمة الدفترية الآلات عبارة عن تكلفة ناقص مجمع الإهلاك. طب نيجي جد المدينين، جد المدينين معلي أنا بقول سريع لأن وقتنا ايش. طبعا لازم تحفظ القانون، تحفظ المعادلة وتعوضي، يعني في أشياء مباشرة بتجيكي خلاص أنت عارفة القانون وتعوضي. لما أقول لك التكلفة والقيمة الدفترية هتطرحي، ما راح تيجي معي تطرحي وتطلعي النتيجة. طيب الحمد لله. طيب بالنسبة لجرد المدينين، أخلي بالي بجرد المدينين أنا عندي كذا شيء لازم أكون عارفاه. تعريف، تعريف إيش؟ تعريف المدينين، تعريف، طبعا تعريف المدينين إحنا أخذناه من أول يوم. تعريف المدينين أخذناه من أول يوم، هل هم أصول ولا خصوم؟ طيب و كمان غير تعريف المدينين مطلوب مفروض أحفظ كمان تعريف الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها، لازم أكون كمان حافظة الديون الجيدة وحافظة كمان كيف أحسب الديون الجيدة. مثال، أنا بلغ رصيد المدينين طيب 50,000 ريال مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 5,000 ريال. الديون الجيدة كم حتصير؟ الديون الجيدة كم حتصير؟ الديون الجيدة حتصير 50,000 ناقص 5,000، حيديني ايش؟ 45,000. دي الديون الجيدة. طبعا دي سهل جدا، ممكن يجيكي مثال تاني اذا في المدينين. اخلي بالي معالجة الديون المعدومة عندي طريقتين، عندي طريقتين، الطريقة المباشرة، المباشرة، وفي عندي ايش؟ طريقة المخصص. طب انا هقول لك في الاختبار، ايوه هقول لك، انا براجع الى الان. دوبك ما عرفتي عهود بعمل ايه، مش بس المهمة يعني، معناته تركزي على ذا في الاختبار. انا براجع يعني ملخص كده سريع، شايفة؟ مو معناته انت ركزي على ذا في المذاكرة. انا بعمل مراجعة عامة وسريعة، اللي بيجي في بالي بحطه خلاص. انت اذا عندك سؤال اسأليني، إذا عندك سؤال اسأليني. طيب أنا براجع سريع. يا رب يسعدكم يا علياء ويوفقكم كده وتعدي المادة بدرجة حلوة وتفتكروني بالخير. طيب دحين أجاوب على سؤالك الآن يا هيا. طيب دحين أجاوب على سؤالك، لما نخلص المحاضرة أبعت لكم الملف، وعد خلاص. لا تقلقي. متى أقول لا تتأثر قائمة الدخل؟ خلي بالك لا تتأثر قائمة الدخل، لما في الطريقة المباشرة. احنا عارفين الطريقة المباشرة دي تعني ايه؟ الطريقة المباشرة تعني انه انا استنى الين ما يصير عندي ديون معدومة. طيب يعني لو جاء قال لي بلغ رصيد المدينين، طيب المدينين 30,000 ريال والديون المشكوك في تحصيلها 3,000 ريال، هنا بدي الحالة أقول له خلي بالك وفقا للطريقة المباشرة المنشأة ما راح تعمل ولا شيء، حتستنى إلى أن يتأكد. إذا هنا هي متأكدة؟ لا، مشكوك في تحصيلها. في الطريقة المباشرة ما راح يصير عندي ديون معدومة، قائمة الدخل لن تتأثر. ليه؟ لأنه أنا بيقول لي الطريقة المباشرة معناها إيه؟ حستنى إلى أن تتأكد المنشأة. إذا هنا أقول له يظهر المدينين، مدينين ولا المدينون؟ مدينين ولا مدينون؟ يظهر إيش؟ المدينون لأنه فاعل،
لا يظهر المدينون فاعل مرفوع بالواو والنون لأنه جمع مذكر سالم، فكين القواعد. طيب متى أقول مدينين؟ لما يكون مضاف إليه، لما أقول لك رصيد المدينين ساعتها أقول مضاف إليه مجرور بالياء والنون. طيب يظهر المدينون في قائمة المركز المالي بمبلغ كم؟ زي ما هم حتى جاهل أي حاجة ليه؟ لأنه أنا لسه ما تأكدت. طيب قائمة الدخل هنا في دي الحالة قائمة الدخل بقول لا تتأثر، ليه؟ لأنه ما راح تعتبرها خسارة ولا راح تعتبرها مصروفات وما راح يظهر ولا شيء في قائمة الدخل. طيب دي طريقة، الطريقة المباشرة دي سؤال. ممكن سؤال ثاني يجيني وفقا للطريقة المباشرة ويقول لي بلغ رصيد المدينين طيب مدينين ايوه 30,000 ريال، نفس المثال الاولاني بس ايش هنا؟ واقول لك وتأكدت المنشأة من اعدام دين بمبلغ 3,000 ريال. شايفين كلها وفقا للطريقة المباشرة، عندي حالتين احتمالين. طب ايش هحل في دي الحالة؟ ايش هقول؟ طيب ايش هقول؟ طيب هنا هقول له يظهر المدينون في قائمة المركز المالي، هيظهروا بكم يا جماعة؟ خلي بالك هيظهروا بكم؟ بيظهروا بـ30,000 ناقص الـ3,000، لأن الطريقة المباشرة تقول لي اطرحيهم خلاص تأكدت من إعدامهم خلاص اطرحيهم، هيظهروا بكم؟ بـ27,000. وبرضه في قائمة الدخل حيظهر مين؟ يظهر ديون معدومة، لأنه تأكدنا خلاص من تأكدنا من إعدامها صارت خسارة، يظهر ديون معدومة ضمن مين؟ ضمن المصروفات. ده وفقا للطريقة المباشرة، واضحة؟ نيجي لطريقة المخصص. إذا في الطريقة المباشرة ممكن يجي لي احتمالين، ممكن لا تتأثر ممكن تتأثر. متى؟ إيش اللي يأكد لي؟ هنا ديون مشكوكة، هنا تأكدت المنشأة، لما تتأكد خلاص يظهر فين؟ في قائمة الدخل. نيجي في طريقة المخصص، في طريقة المخصص عندي سؤالين ما راح يكون لهم ثالث، طريقة المخصص سؤالين ما لهم ثالث. أول سؤال بيقول لي إيش؟ بيقول لي بلغ رصيد المدينين، طيب بلغ رصيد المدينين، خلينا نمشي على نفس المثال الأولاني 30,000 ريال، و الديون المشكوك في تحصيلها يبلغ 3,000 ريال. شايفة؟ طب طريقة المخصص يقول لي خلي بالك احتاط واكون مخصص. برافو. طب طالما احتاط واكون مخصص، ان هنا قامت الدخل هتتأثر ولا لا؟ هكون المخصص واعتبره مصروف على السنة التي حدثت فيها عملية البيع، اذا هيظهر مصروف. اذا هقول له هنا خلي بالك، هقول له ايش؟ هقول له في قائمة الدخل يظهر مين؟ يظهر مصروف الديون المعدومة، الديون المعدومة، ما راح يظهر اسم مخصص، يظهر مصروف الديون المعدومة ضمن المصروفات. طب في قائمة المركز المالي، في قائمة المركز المالي ايش حيصير؟ المالي حلاقي ايش؟ كم بيظهر المدينون في قائمة المركز المالي؟ يظهر المدينون بكم يا جماعة؟ هل حط راح أظهرهم بالصافي؟ لا أنا ما تأكدت إنه اتعلموا. إذا بالتالي حيظهر المدينون بكم؟ حيظهروا بالـ30 زي ما هي. شايفين؟ يظهر المدينون بالـ30,000، يظهر المدينون بمبلغ كم؟ 30,000. شايفة؟ ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ كم؟ بمبلغ 3,000 ريال، مطروحة من مين؟ مطروحا من المدينين. شايفة؟ إذا كده بيظهر في قائمة المركز المالي. طب الديون الجيدة، هنا بيقولوا لي كم الديون الجيدة؟ كم الديون الجيدة؟ هنا الديون الجيدة كم هتصبح؟ الديون الجيدة عبارة عن ايش؟ الديون الجيدة عبارة عن المدينين اللي هو 30,000
ناقص 3000 اللي هي المخصص حيديني كم؟ 27000. دي ديون جيدة، ده وفقا لطريقة المخصص. ده سؤال يجيني، دي طريقة سؤال، ده واحد واحد يجيني كده. طيب هذا سؤال، أو يجيني السؤال الثاني وفقا لطريقة المخصص وبيقول لي إيش السؤال الثاني. السؤال الثاني معلش، في كانت واحدة كاتبة لي سؤال على المصروفات الإيرادات، تكتبه مرة ثانية عشان بعد ما أخلص ده آخر سؤال أو أحله. طيب في واحدة كانت كاتبة لي على المصروفات، أظن ما أدري مين هي، فوق قدام هناك. طيب اكتبيها، ارجعي اكتبيها مرة ثانية، هي عارفة نفسها. طيب إذا في طريقة المخصص عندي سؤالين برضو، سؤال زي كده يجي أو السؤال الثاني يجيكي بالطريقة دي. في طريقة المخصص حيجيكي سؤال ثاني ممكن، يعني يا دا يا دا أو الاثنين حسب أنت وحظك. ممكن أقول لك بلغ رصيد المدينين، شايفة؟ 30000 ريال، وأقول لك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 3000 ريال، وأضيف لك شيء تاني علي وأقول لك وتأكدت المنشأة من إعدام دين بمبلغ 1000 ريال. شايفة؟ أيوة، هحدد بأي طريقة، أقول لك بطريقة مباشرة وأقول لك وفقا للطريقة المباشرة، وأقول لك وفقا لطريقة المخصص. لا لا، ححدد أقول لك ووفقا للطريقة المباشرة وفقا لطريقة المخصص. ححدد زي ما أحدد، أقول لك أحسب الإهلاك وفقا لطريقة القسط المتناقص، أحسب الإهلاك وفقا لطريقة القسط الثابت. إذا لازم يتحدد. طيب شوف السؤال ده هنا، يعني عندك في طريقة المخصص طريقتين للسؤال، ممكن تجيكي رقم واحد أو تجيكي رقم اثنين. الطريقة المباشرة ممكن رقم واحد ممكن رقم اثنين، فأنت شوف المعطيات وكيف طريقة الحل. الآن في سؤال اثنين شوف، يقول لك بلغ رصيد المدينين 30000 ومخصص، شوفي اداكي مخصص يعني ده ظهر ضمن الأرصدة، يعني معناته ايش؟ معناته انا مكونة مخصص من اول عشان اواجه الخسارة، ومخصص ديون 3، وتأكدت المنشأة من إعدام دين بمبلغ 1000 ريال. دي الحالة الثانية اللي أقول قائمة الدخل لا تتأثر، قائمة الدخل لا تتأثر. ليش؟ لأنه أنا قبل كده اعتبرتها أيوة عشان احتطت ليها من أول، واعتبرتها خسارة، فاكرين قلت لكم حطيتها في الدولاب وأنت ولا الشعبة الثانية. طيب إذا هنا هقول له الحل هنا حيكون إيش؟ قائمة الدخل لن تتأثر. ليه لن تتأثر؟ لأنه أنا قبل كده احتطت ليها وشلتها على جنب، قائمة الدخل لن تتأثر. طيب يظهر المدينون في قائمة المركز المالي بكم؟ سؤال يجيكي ألف وباء وجيم، حيظهر ب30، حيظهر ب27، حيظهر ب29. طيب المدينون في قائمة المركز المالي حيظهر بكم يا جماعة؟ هل أطرح منها الديون المشكوك في تحصيلها، ولا أطرح الديون مع المعدومة، ولا أطرح مين؟ لا نخلي بالنا إنه المدينون حطرحها بإيش؟ أطرح منها الديون اللي معدومة، يعني حيظهر المدينون في قائمة المركز المالي بكم؟ ب30000 ناقص الديون المعدومة اللي حدثت فعلا، هيديني كم؟ 29000. يظهر المخصص اللي مخصص ديون مشكوك فيها في قائمة المركز المالي، قائمة المركز المالي بكم حيظهر يا جماعة؟ هل حيظهر بالثلاثة ولا باثنين ولا بواحد؟ حيظهر بكم المخصص؟ أنا كان عندي مخصص، أيوة برافو اللي قالت اثنين علياء، في أمل الحمد لله. طيب أيوة المخصص أنا كنت شايلة 3000، طرحت منه 1000 اللي صارت الآن غطيتها بيها، يقوم يبقى بال2000. إذا يظهر في قائمة المركز المالي بال2000، شايفين؟ بالنتيجة دي حيظهر في قائمة المركز المالي، خلاص؟ طب مين تقول لي الديون الجيدة حتصير كم في دي الحالة؟ الديون الجيدة حتصير كم؟ كم الديون الجيدة؟ قانون الديون الجيدة إيش هو؟ علياء
ونذيرة حلكم صح. من فين جبتيها يا علياء؟ قولي لي كم بكم. لا تطلي على الحل الأولاني، وأنا جبت لك نفس الأرقام عشان إيش؟ عشان تشوفي الاختلافات. لا ما تطلي على الحل الأولاني، لأنه في الاختبار ما رح يجيك الحل الأولاني، ما رح قدامك تكون. فلازم تكوني عارفة المدينين ناقص المخصص الممتاز اللي حسبته هنا، المدينين ده في قائمة المركز المالي ناقص الرصيد المخصص. إذا رصيد المدينين 29,000 ناقص رصيد المخصص اللي هو 2000 هيقوم يديني 27,000. طيب نيجي نقول الآن مين 7 اللي هو التسويات الجردية. التسويات الجردية، ومين تديني المثال اللي كانت كاتباه أول؟ أعطيني المثال بسرعة. طيب مو مشكلة الحمد لله، بس المهم إنكم فاهمين. مين تعطيني المثال يلا سريع اللي كانت كاتبة المثال أول، السؤال تبع إيجار و... لا ما تجي في ورقة، تجي في مخك القوانين. طيب خلاص لا حد يكتب عشان أشوف السؤال، لا حد يكتب لو سمحتوا. طيب دقيقة خليني أخده. ظهر في ميزان المراجعة رصيد الإيجار 48,000، إذا بنقول ظهر في ميزان المراجعة رصيد الإيجار 48,000. إذا علمت أن، معلش أغش هنا، علمت أن الإيجار السنوي 50، إذا علمت أن الإيجار السنوي 50,000. يا جماعة بالنسبة للتسويات الجردية الإيرادات والمصروفات، طيب الإيرادات والمصروفات لازم تكوني حافظة متى يكون مقدم. في عندي مقدمات وفي عندي مستحقات، لازم تكوني عارفة مصروف مقدم وإيراد مستحق. إيراد مستحق ده يعتبر حقوق للمنشأة يظهر في الأصول المتداولة، يظهر في الأصول المتداولة. طيب ولازم تكوني حافظة مصروف مستحق وإيراد مقدم ده يعتبر التزام، يعتبر التزام أو ديون على المنشأ، يعني التزام يظهر فين؟ في أو يظهر في الخصوم المتداولة، المتداولة بنقول أو قصيرة الأجل. لازم تكوني حافظة التعريف دي الأول. طيب خطوات الحل هي واحدة في أي نوع من الأنواع دي. أول خطوة بنعمل إيه؟ نقارن. طبعا أول خطوة بنحسب السنوي، والسنوي قد يكون شهري يجيني وقد يكون إيش سنوي. إذا جاني سنوي خلاص هو نفسه 50,000، لكن لو جاني شهري لازم أضربه في 12. بعد كده نقارن بين الفعلي سواء كان يعني مدفوع او هذا، وما يخص السنة، ما يخص السنة. هلاقي هنا الفعلي، والفعلي بجيبه اللي هو ظهر في رصيد ميزان المراجعة ايجار. هذا الفعلي ظهر في ميزان المراجعة يعني معناته دفعناه وسجلناه وظهر عندي في الميزان، وما يخص السنة اللي هو اداني هو 50,000. هلاقي في عندي فرق 48 و50 في 2000، الفرق حيظهر كم؟ الفرق حيظهر 2000. هنا مربط الفرس، هنا الشطارة، هنا اللي مذاكرة وفاهمة، هنا هذه ما تحتاج حفظ يا جماعة. حطي نفسك محل المنشأ، انت مفروض تدفع ايجار في السنة 50 دفعتي لهم 48، يصير ال2000 دي حق ليكي ولا دين عليكي؟ بيطالبوكي فيها ولا ايش؟ مقدم دفعتيه؟ لا يصير اسمه، ايوه ما هي حق يا علياء الا اذا انت عندك عكس. ظهر في ميزان المراجعة رصيد الايجار، الايجار يعتبر مصروف، لازم اكون عارفة انه الايجار مصروف. مصروف دفعت مصروف 48، لكن اللي مفروض ادفعه في السنة 50. زي انت لما تدفعي رسوم التعليم عن بعد، تدفعي كم؟ 4,000 في الترم، دفعتي 3 حيسامحوكي في ال1000 يا علياء؟ لا هيكون عليكي ايش؟ سندات او رسوم مستحقة. شايفين؟ يعني رسوم عليكي، يعني التزام، يعني دين. خلاص؟
مظبوط. اذا هنا حيصير اسمه ايه؟ حنسميه باسمه 2000، حنسميه ايش؟ ايجار مستحق. ايجار مستحق يعتبر ايش؟ قلنا يعتبر ايش؟ التزام او دين، يعني يظهر ضمن مين؟ ضمن الخصوم. مين هو اللي يظهر ضمن الخصوم؟ فقط الفرق ده، شايفين؟ بس الفرق اللي يظهر ضمن الخصوم. اذا دي واحد. نمرة اثنين او نمرة ثلاثة، بعد ما حسبنا كده نكمل. طيب حنكمل. ما يخص السنة دائما، اللي بيخص السنة يظهر فين؟ في قائمة الدخل ضمن حسب طبيعته اللي يجيكي. انا جاني هنا ايجار ضمن المصروفات، لو جاكي ايراد يصير ضمن. دحين خلاص حنقفل يا علياء ونمشي، يعني مرة واحدة نصلي مع بعض. ما يخص السنة يظهر في قائمة الدخل ضمن مين؟ هنا طبعا عشان ايجار يصير ضمن المصروفات، يعني كم اللي بيخص السنة؟ اللي هو 50,000. شايفة؟ سؤال زي كده ممكن يجيكي في الاختبار، واقول لك كده مثلا، اقول لك المطلوب نفس السؤال ده، الاجابة على الفقرات او الاسئلة 1 و2، وحقول لك 1. طيب يظهر في قائمة الدخل الف. طيب معلش هقول لك الف 48,000 ايجار، هقول لك باء 50,000 ايجار، هقول لك جيم، هقول لك 2000 ايجار مستحق. طبعا اي اجابة يا جماعة، اي اجابة حتكون في قائمة الدخل؟ خلي بالك قائمة الدخل، فرقي بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. قائمة الدخل يظهر فيها ما يخص السنة، ما يخص السنة يظهر في قائمة الدخل، اللي هو مين حيكون؟ إجابة با. لازم نخلي بالنا يا جماعة، قائمة الدخل دي إجابة با، هذه قائمة الدخل أهي، قائمة الدخل دي إجابة با، شايفين؟ سؤال اثنين هقول لك، يظهر في قائمة المركز المالي، وهقول لك ألف. طبعا الخيارات ألف 50,000 إيجار، هقول لك باء 2000 إيجار مقدم، هقول لك جيم 2000 إيجار مستحق. مين فيهم اللي حيظهر في قائمة المركز المالي؟ أية إجابة؟ جيم، إيجار مستحق. طيب إذا إجابة جيم. ممكن أقول لك ما مثلا ثلاثة، يظهر في قائمة المركز المالي ما يلي، هقول لك ألف 2000 إيجار مستحق ضمن الأصول، هقول لك باء 2000 إيجار مقدم ضمن المصروفات، هقول لك جيم 2000 إيجار مستحق ضمن الخصوم. أي إجابة حتكون؟ طيب عرفتوا كيف طريقة الأسئلة ممكن تجيكي؟ أهي نفس الشيء. في عندكم أسئلة تانية؟ دي بالنسبة للسات الجلدي. أنا أخذت هنا السؤال اللي أعطتني زميلتكم، برضو نفس الشيء، لو كان مقدم، لو كان إيرادات مقدمة أو مستحقة. طيب إيش السؤال اللي سألته بنان؟ قولي لي هو سؤالك يا بنان، سريع يلا عشان وقتنا، عشان تسجل المحاضرة. حاضر، بس نخلص المحاضرة وتخرج وأرسل لكم هو. تبع السنة ايش هو؟ لازم تنتشر اذا سنة او شهر. طبعا لازم، لازم طبعا. يعني انا بقول لك، ممكن اقول لك كده، ظهر في ضمن في ميزان المراجعة، وظهرت الارصدة التالية في ميزان المراجعة. نفرض كده وقلت لك مثلا
35,000 إيراد عقار. إذا علمتي أن إيراد العقار الشهري يبلغ 2000 ريال، طيب إذا أنت لازم تحسبيها بدي الحالة، إيش تحسبيها بالسنوي؟ أيوة لازم تحسبيها بالسنوي، شايفتها تضربي في 12، إذا هنا لازم إذا اديتك المعلومة دي لازم تحسبيها إيش بالسنوي. إذا هنا أول خطوة في الحل، في الحل طبعا، في الحل، الحل أول خطوة تحسبي إيش؟ واحد، أول خطوة نحسب السنوي، نحسب السنوي اللي هو بيساوي 2000 في 12، وحيساوي كم؟ 24,000. بعد كده بقارن بين 35,000 دي اللي حصلتها فعلا وبين مين، 24,000 اللي مستحقة لي، حلاقي الفرق كم؟ حيكون 11,000. حسميه إيراد عقار. مين تقول لي سريع، مستحق ولا مقدم؟ برافو وردة، برافو علياء. أيوة إيراد عقار مقدم. يظهر ضمن إيش الإيراد العقار مقدم؟ يظهر في قائمة المركز المالي ضمن إيش يا جماعة؟ ضمن الأصول ولا الخصوم؟ غلط. الإيراد المقدم دائما خلي بالك، أكيد إذا غلط أصول حيكون خصوم، بس خلي بالك الإيراد العقار المقدم كده، حطي نفسك محل المنشأة دي وقولي أنا قبضت إيجار السنة دي وإيرادات السنة دي وإيرادات السنة القادمة. طب أفرض مش الرجال، مو المفروض أرجع له الفلوس؟ إذا يظهر ضمن الخصوم، هي الوحيدة دي اللي أنت محتاجة تحفظيها، هي أصعب فقرة فيهم، أحفظيها. طيب في سؤال تاني ولا خلاص نقفل؟ أعتقد خلاص. في سؤال، في سؤال تاني؟ قولي يا علياء بسرعة، يلا آخر سؤال، يلا عملية ايه؟ عملية ايه يا علياء؟ مثل عملية، مثل عملية تسجل بالصافي دافع حكاية الخصم التجاري. في الخصم التجاري نسجل العملية بالصافي، يعني مثلا بيقول لي اشترى بضاعة، بضاعة بمبلغ 20,000 ريال وبخصم تجاري، وبخصم تجاري مثلا 10%. ساعتها حقول الخصم التجاري حيساوي كم؟ الخصم التجاري حيساوي 20,000 في 10% يقوم يساوي كم؟ 2000 ريال. ساعتها أقول نحسب صافي عملية الشراء واللي هي بتساوي كم؟ 20,000، 20,000 ناقص 2000 هتساوي 18,000. إذا هسجل العملية حقول بالصافي، يعني حقول 18,000 من حساب المشتريات، 18,000 طبعا حسب طريقة الشراء، نفترض ان هي نقدا، 18,000 الى حساب الصندوق، خصم فيه شراء بضاعة مبلغ ريال نقدا، خلينا نقول نكملها كده. اذا ساعتها كده والله انا ما سمعت شرحي، اذا هو صوتي وشرحي ساتري مني، اسمعيه اسمعيه. طيب بدنك الصحيح، شكرا. طيب نعم يا علياء، طلب أخير. نعم أخير أخير، يلا ويخليكم يا رب ويسعدكم. طيب يلا، وأنا أحبكم وأحبكم الله الذي أحببتوني فيه. بنات الحلوين أنتوا الشطار، التوفيق، أتمنى لكم التوفيق. يلا أدي نتقابل إن شاء الله يوم الاختبار، ان شاء الله يوم الاختبار نتقابل، تشوفوا موعدكم مظبوط عشان لا واحدة ايش تغيب. يلا بالتوفيق ان شاء الله، اتمنى لكم التوفيق جميعا عشان الدعوة تمشي. لا ماني زعلانة، بس ابغاكم تشدوا حيلكم. يلا يلا بالتوفيق ان شاء الله، موفقين يا رب ان شاء الله.
معلي يا عليا، يمكن احتديت عليك ساعات، بس كنت تسألي أسئلة وانت ما انت مذاكرة، فهذا كان اللي بيزعلني منك ساعات يعني. انت حاضر دحين ارسل، يلا اوكي، يلا ان شاء الله نخرج عشان ايش، اسجل لكم المحاضرة وابعث لكم الملف، يلا.